حد فيكم معاه مفتاح الخزنة دي؟ لا، بيبو الوحيد اللي معاه المفتاح. متعود يسيبها مفتوحة؟ لا، أنا عمري ما شفتها مفتوحة، بس الخزنة مليانة فلوس. ممكن اللي اتاخد يبقى أهم من الفلوس. لا معلش، أنا مش فاهمة حاجة. مين هيوصل لحد هنا من غير ما أي حد يشوفه؟ وبعدين مين اللي هيسيب كل الفلوس دي في الخزنة وياخد أي حاجة تانية؟ حاجة إيه؟ أكيد حد عارف البيت ده كويس أوي. أنا مش قادر أستحمل، أنا اللي غلطانة. أنا ما كانش المفروض أسيبهم يرجعوا لوحدهم. مش كل حاجة تلومي نفسك عليها، إحنا كنا نعرف منين إن كل ده هيحصل. هشام، هناخد وقت قد إيه عشان نعرف أي معلومة؟ يعني ساعة بالكتير إن شاء الله. أنا بعت أوصافهم وأرقام العربية لكل الإشارات واللجان، وبمسح سجلات المستشفيات، يعني مسألة وقت مش أكتر. طيب معلش، حقكوا عليا، أنا عارف إنه سؤال مكرر بس أنا لازم أسأله. في أي حد جه في بالكم ممكن يبقى عايز يأذي عمي؟ لا لا طبعا، أنت عارف إن كل الناس بتحبه.